رسائل رائعة، طبعا رائعة رائعة الرسائل التي ينشرها هؤلاء الأنصار على المدرجات، على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، الملعب التحفة الذي سيحتضن الديربي والرهان اليوم، عودة البريق إلى الديربي، هذا البريق الذي فقده في السنوات الأخيرة. انطلقت المباراة اللحظة لمصلحة اتحاد العاصمة، البداية بالتمريرات القصيرة وجس النبض بين عليلات وبلعيد، وأمامهما شيتا، طبعا ثلاثي تحكيم هذه المباراة، ثلاثي تحكيم دولي يقوده مصطفى غربال وكذلك غوراري مقران وعباس زرهوني. مسترجعة للجهة اليمنى، أن يوجد رضا حليمية، تمر الكرات لطاهر فتح الله، طاهر فتح الله يفضل يفتح اللعب مع أيوب عبد اللوي، أيوب عبد اللوي تدخل الكرة ليوسف بليلي، تمر الكرات مع زوغرانا، تعود من هناك على الجهة اليسرى والتدخل على يوسف، من هناك الكرة لكالو تدخل إلى وسط الميدان، مسترجعة بإحكام، انطلاقة جميلة هذه لمصلحة المولودية، وتوكي مسترجعة من ديري، تلعب مع أسامة شيتا، أسامة شيتا يلعب مع بالقاسمي في التغطية عليه، بالقاسمي والضغط على حامل الكرة، عناصر المولودية تضغط جيدا، هذا توكي ما زال يحتفظ بالكرة، يوسف بليلي ما زال يصارع مع رضواني، رضواني يلعب بيوسف، رايعة جميلة هذه ممتازة، هاي كرة صعبة، هاي صعبة هذه، يسقط داخل منطقة الجزاء، مصطفى غربال يقول وصل اللعب، زوغرانا يسترجعها ملعوبة على الجهة اليسرى، أن يوجد موالي الكرات الثنائية التي تعتبر سلاح عناصر مولودية الجزائر. بليلي وتنفيذ هذه الكرة الثابتة، وكذلك طاهر فتح الله، بنبوط أسامة المفروض أن يكون في القائمة ربما التي سيستدعيها وسيكشف عنها جمال بلماضي، بنبوط أسامة، طاهر فتح الله، ويوسف بليلي، من ينتظر الكرات؟ يوسف بليلي أيها الهداف، أنصار المولودية ربما يترقبون تمريرة حاسمة من هذه الكرة الراسية مباشرة إلى 55 وضربة مرمى، بايزيد الهداف الأسمراني في تشكيلة مولودية الجزائر ابن مدينة توغورت، اللاعب السابق لاتحاد خنشلة، تألق في صفوف الاتحاد فانتقل للمولودية، شيتا أسامة اللاعب السابق للمولودية، افتكاله افتكاله افتكاله، وتوغل وقع في المحظور مدافع اتحاد الجزائر يوسف بليلي، يطالب ببطاقة صفراء، حكم المباراة يمنح الخطأ، هو الوصول المتأخر على مبارك عمر الذي يكتشف أجواء هذا الدربي من أمام الغزال الأسمراني، بايزيد انطلق كسام ولم يعد يشاهد أمامه سوى المرمى، فكان الخيار إيقافه بهذه الطريقة، نشاهد كيف يتعامل مع طاهر فتح الله وكذلك يوسف بليلي، بن بوط أسامة ولحظات التركيز العالية، يدرك بأنه يجب أن يكون في المستوى خاصة في هذا الدربي، يريد أن يكون في سفرية الكوديفوار هو وكذلك يوسف بليلي، لذلك الإقناع وجب جمال بلماضي على المدرجات يتفرج، يوسف بليلي الهداف، يوسف بليلي الممرر الحاسم، يوسف بليلي يرفع بطريقة ممتازة، خرج وجها لوجه زكريا نعيجي، يوسف بليلي أعطاك كرة أنت لم تكن تنتظرها، هاي يوسف بليلي راوغ الجميع، لم يكن متسللا، روضها وسددها واصطدمت بالدفاع بمبارك وخرجت الى الركنية الاولى لمصلحة المولودية التي تريد ان تقترب اكثر، تريد ان تهدد اكثر، لا تريد ان تتوقف في محطة سوستارا، تريد المواصلة بثبات. يوسف بليلي وتنفيذ هذه الركنية لمصلحة المولودية
من ينتظرها؟ ينتظرها أيوب عبد اللهوي وكذلك بايزيد وحتى جمال الدين بالعمري. صعد أربعة لاعبين من جانب عناصر المولودية سيستقبلون هذه الكرة. بنزازا هو الذي أخرج كرة نعيجي زكريا إلى الركنية. مرفوع الكرة من يوسف بلايلي، كاد يفعلها بلايلي من الركنية، ركنية هزت المدرجات، لعبها بطريقة ممتازة، ذكرتنا بهدف من أهدافه مع المنتخب الوطني عندما سجل من الركنية. المولودية تريد المواصلة على نفس الديناميكية، المولودية تريد أن تضيف الانتصار العاشر لها في بطولة هذا الموسم بعد أن حققت الأول في الجولة الأولى أمام نجم بن عكنون وانهزمت في ميدان النادي الرياضي القسنطيني قبل أن تحكم السيطرة وتطبق على الجميع. ماذا ضيع تقريبا وجها لوجه؟ ألم تكن تنتظر هذه الكرة يا دوكي؟ وزعها له بطريقة ممتازة، ولكن دوكي لم يتعامل بطريقة أفضل من التوزيع التي قدمت من قدم زكريا نعيجي. المولودية بعقلية هجومية، المولودية بعقلية تهديفية، المولودية تبحث عن التسجيل والمباغتة منذ البداية. عادت الكرة ليوسف بلايلي، يوسف يحتفظ يتوغل ويتحصل على مدى حكم المباراة يقول له أنا أواصل اللعب لأنه لم يكن شيء. جميلة هذه وصعبة لمصلحة المولودية. فتح الله يضيع ما لا يضيع، طاهر فتح الله يفوت على نفسه وعلى المولودية افتتاح باب التسجيل. مهمة نقاط هذه المباراة الجولة الحادية عشرة، الأمر لا يتعلق بتتويج، الأمر لا يتعلق بتتويج بكأس الجمهورية وكأس إفريقيا، وإنما بمباراة بطولة. لذلك نعيب على الدربيات، ولو أن الدربيات تلعب بالجزئية، تلعب على الجزئيات من أجل هؤلاء الأنصار. اللعب وخلونا نتمتعوا أهداف، وخلونا نشاهدوا الفرجة، وخلوا الشباك تتحرك. هاي الكرة هذه من يوسف بلايلي بعيدة، وعلى بالي بلي حديث العام والخاص أنه الدربي خطف الأنظار على المدرجات. محظوظين لك من هؤلاء الأنصار الدواقين، الأنصار الذين يناصرون في الروح الرياضية وبالجمالية وبال كل شيء جميل. تكون الهزيمة قاسية على الذي يتلقاها في اللحظات الأخيرة، وسعيد جدا من يسجل الهدف. تمنح له النقاط الثلاث. مشوار المولودية فيه منعرجات خطيرة. الجولة المقبلة شبيبة القبائل هنا، وبعدها شباب بلوزداد، وبالتالي لو يسلك من هذه المنعرجات بين قوسين أقول هذا سيفتح الباب على مصراعيه للتتويج باللقب الشتوي، وستزيد حظوظه في لعب اللقب والتتويج به. الخمس ثلاث دقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع لمباراة لعبت على المدرجات، صنع فيها الأنصار أجمل الصور وأجمل اللوحات، وأبهرت اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء. مع ذلك المولودية نقطة أخرى إلى غاية اللحظة تدعم بها الرصيد في هذه الجولة الحادية عشرة من عمر البطولة المحترفة لكرة القدم. اتحاد العاصمة كاد تضيع الكرة هذه، إن لم يعد في الجولات المؤجلة له للبحث عن ما يريد آية الحاج. وجمال الدين بالعمري بقوة أنقذ مرماه، كاد ينفلت آية الحاج على الجهة اليسرى.